اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس المورفولوجي بالعربي. في الفيديو اللي فات عرفنا ايه هو المورفيم وعرفنا ان هو اصغر يونت بتدي معنى في الانجليش. النهارده هنركز على نوعين هما الانفلكشنال والدريفيشنال مورفيمز. هنعرف ايه الفرق بينهم وامثله عليهم وكمان هنحل عليهم. يلا بينا. اولا الانفلكشنال مورفيمز هي اللي بتعبر عن جراماتيكال انفورميشن، بتدي خاصيه من خصائص الجرامر، زي مثلا ان هي بتجمع الكلمه او ان هي بتعبر عن زمن معين التنسز، او بتدي حتى بوزيشنز اللي هي المعنى الملكيه، او بتعبر عن الكمباريسن اللي هي المقارنه. فمثلا هنا عندنا الاس اللي هي بتدي معنى البلورال او الجمع، دي كده انفلكشنال مورفيم. كلمه dog لوحدها دي كده سنجلر او مفرد، لو انا ضفت لها البلورال اس بقت كده جمع، وبالتالي دي كده inflectional morphing. برضو الافكسز او الزيادات اللي هي بتيجي في اخر الكلمة اللي بتعبر عن التنسز او الزمن، زي مثلا الاي دي بتاعت الماضي او الاي ان جي بتاعت البروجريسيف تنسز، او التي بتاعت الباست بارتيسيبل، او حتى الاس بتاعت البريزنت سمبل. كل دي حاجات بتعبر عن التنس او الزمن، زي مثلا wait ده كده في الانفينيتيف، لو انا حطيت له المورفيم اي دي اللي هو inflectional morpheme هيعبر عن ال past أو الماضي، فده كده inflectional morpheme. نخلي بالنا بس إن ال ing ممكن تبقى inflectional وممكن تبقى derivational زي ما هنشوف في آخر الفيديو. طيب برضو ال position s أو ال s اللي بتعبر عن الملكية، اللي هي ال apostrophe s اللي بتيجي في آخر الاسم عشان تعبر عن ملكيته لحاجة معينة. هنا مثلا نقول عمار، ده كده الشخص نفسه، عمار's marker يعني الماركر بتاع عمار، فده كده inflectional morpheme. كمان عندنا الكمباريسن سافكسز اللي بتيجي في اخر الكلمه عشان تعبر عن المقارنه، زي مثلا ER EST والEN، فنقول مثلا short دي كده الادجكتيف، لو زودت لها الانفلكشنال مورفيم ER هتبقى shorter اللي هو اقصر من، منقارن بين اثنين مثلا. بس نخلي بالنا ان برضو الER ممكن تيجي derivational زي ما نشوف بعد شويه. يبقى باختصار الانفلكشنال مورفيمز بيعبروا عن معنى للجرامر، بيأد جراماتيكال انفورميشن، ما بيغيروش نوع الكلمة، بيغيروش الكاريجوري بتاعت الكلمة، يعني هي اسم بتفضل اسم، هي فعل بتفضل فعل. كمان لاحظ حاجة معينة، ان كل الانفلكشنال مورفيمز بيجوا في آخر الكلمة، ما ينفعش يجوا في أول الكلمة. ننتقل بقى للدريفيشنال مورفيمز، ودول ممكن يأدوا مينينج للكلمة، يضيفوا معنى للكلمة، أو في أغلب الأحيان تشينج ذا كاريجوري أوف ذا وورد أو تشينج ذا وورد كلاس، بيغيروا نوع الكلمة، يعني مثلا من فعل يخلوها اسم، من اسم يخلوها فعل وهكذا. يعني مثلا عندنا rely ده كده verb ده فعل، ولكن لو انا حطيت له النهايه reliable suffix able ده كده morpheme، غير الفعل rely للadjective reliable، دي كده adjective، يبقى ده كده derivational morpheme لانه هو غير الword class او نوع الكلمه. طيب لو انا جيت خدت reliable ضفت لها suffix تاني اللي هو reliability، فده كده برضو derivational morpheme، غير الكلمة وخلاها noun. ممكن كمان اخليها noun عن طريق ان انا اضيف لها suffix ing relying، ولكن هنا تقع المشكلة بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، ال ing هل هي derivational بتغير معنى الكلمة او نوعها، ولا هل هي inflectional بتضيف حاجة ليها علاقة بالtenses او الجرامر؟ وهنا اقول لك يا عزيزي ان الاثنين صح، يعني ساعات ال ing بتبقى inflectional وبتعبر عن الجرامر meaning، وساعات تبقى derivational وبتغير الword class بتاع الكلمة. فمثلا هنا في المثال ده لو قلنا relying on others is bad، هنا relying on others أو relying دي كده gerund يعني جت كأنها اسم، فهي حولت rely الفعل لاسم، relying on others الاعتماد على الآخرين is bad وده الفعل أهو، فأصبح ده السبجكت بتاع الفعل is، وهنا كده ال ing أصبحت derivational، غيرت الword class بتاع الverb rely وحولته لجيرنت. ولكن احيانا بتبقى الاي ان جي هي جزء من الفيرب او تصريف الفيرب، زي هنا مثلا لما اقول I am relying on you، انا بعتمد عليك حاليا. اوكي فهنا ده كده البريزنت بروجريسيف او البريزنت كونتينيوس، حطينا am و is و are بلس فيرب بلس اي ان جي، هنا الاي ان جي ما غيرتش الفيرب، هو ما زال فيرب ولكن صرفناه في تصريف البريزنت بروجريسيف او تصريف البريزنت كونتينيوس، فهنا اصبحت الاي ان جي انفلكشنال، ما غيرتش نوع الكلمه. نفس الكلام على فكرة في الـ ER زي ما قلنا، ممكن تبقى inflectional بتدي معنى المقارنة، زي short shorter اللي هو قصير وأقصر، وممكن كمان تبقى الـ ER بتغير نوع الكلمة وبتخليها اسم، زي مثلا كلمة dance اللي هي معناها يرقص، لو حطينا لها الـ ER بتبقى dancer اللي هي الرقصة، فدي كده أصبحت
now. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تخلوش عليا باللايك والشير والكومنت الجميل بتاعكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديده. Thank you for watching. Bye bye.